فقرتنا الحوارية الأولى متعلقة في عالم الطب وبشكل خاص طب النساء وصيرورة الحمل والولادة. نتحدث عن الولادة الصامتة وهو ربما تعريف لفقدان الحمل في مراحل معينة. رح نأخذ تفاصيل هذا الموضوع من ضيفتنا، ومنشدد بأنه بدون أدنى شك هذا الموضوع يجسد صعوبات نفسية وجسدية على المرأة اللي بتمر في هذا الفقدان. بدنا نصبح بالخير على ضيفتنا المتواجدة معنا في الاستوديو لحتى نتحدث عن هذا الموضوع. إيمان ظاهر، يسعد صباحك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. إيمان نقابلة، مسؤولة بعيادات الحوامل والنساء في مستشفى الناصرة. يعني قبل إيمان هيك نحكي شوي نبذة أو تعريف عن هاي الحالة، هل عم نحكي عن إجهاض عادي أو يعني ما هو التعريف الدقيق لما يسمى بالولادة الصامتة؟ الولادة الصامتة تعتبر فقدان الحمل في أسابيع متقدمة من الحمل. التعريف لقبل الأسابيع المتقدمة هو إجهاض لحد الأسبوع الـ14، بين الـ14 للـ20 كمان ممكن يكون، لأنه طريقة توقيف الحمل ما بين الأسبوع هي تشبه الولادة فتسمى ولادة صامتة. هي لما عم نحكي في المرحلة المتقدمة أو في الأسابيع المتقدمة، في الأسابيع المتقدمة اللي ممكن يكون أسبابها عدة. ممكن يكون السبب في تكوين الجنين تشوهات خلقية اللي ما كانت ظاهرة في خلال فحص صورة الأعضاء الموسعة، مش دايما بتظهر كل التشوهات. ممكن شغل اللي هي في تطوير الكروموزومات عند الجنين، أو ممكن سبب من الأم. الأسباب اللي بتكون من الأم هي ممكن تكون مرضية مثل ضغط الدم العالي، تخثر الدم، أو سكر الحمل. السمنة الزائدة ممكن تؤدي ل، هي بتعرض المرأة أكثر لضغط دم عالي، لارتفاع في السكر، فكل هاي الجوانب ممكن تؤدي تفرز مواد اللي تأثر على الحمل نفسه. الوضع بيكون صعب جدا على الأم إنه إذا اكتشف من خلال الطاقم الطبي الموضوع إنه إجت لفحص فجأة ما في دقات قلب عند الجنين. يعني بالنسبة للطواقم الطبية إيمان أو للأطباء المعالجين والمرافقين، هذا هو المؤشر القاطع بأنه المفروض يكون في، أو زي ما حكينا، ولادة صامتة، أو إذا في مرحلة يعني مبكرة إجهاض صامت، هو توقف يعني قلب الجنين عن النبض. توقف قلب الجنين عن النبض، بتروح معالم الحياة، حركة الجنين بتكونش موجودة، حركة التنفس في الصورة كمان ما بتبين، حتى يتم تثبيت التشخيص انه في ولادي لمولود مش عايش. لازم يكون أكتر من دكتور اللي يعطي التشخيص، يعني الدكتور الأول إذا شاف الإشي بنادي لتوثيق كمان طبيب معاه. دايما عادة من الحدث جدا مؤلم وصعب، الطواقم الطبية بتحاول التعامل معه، حتى على الطاقم صعب انه ينقل بشرة غير سارة. أتوقع لانه احنا في محل عادة موضعنا غرف الولادة هي غرف الحدث السعيد، ولادة مولود حي يرزق والحياة الجديدة، وحياة جديدة، فهذا الموضوع بيكون فيه اكتر جو اللي هو بده مراعاة جدا كبيرة لنقل الخبر. صحيح. بعض الأحيان بتيجي المرأة هي مش حاسة الحركة، بيكون بادي الشعور عندها، عندها الخوف بادي من قبل ما توصل للفحص. فبيكون كأنه تثبيت لما بتوصل للفحص، بينما لما أنت بدك تخبريها الخبر مش سهل. صحيح. فعشان هيك عادة مفروض أنه أكتر من طاقم يتعامل مع الموضوع، إدخال الأخصائية النفسية، العامل الاجتماعي والطبيب، مع مرافق لازم يكون للحامل، ما نعطيها الخبر لحالها. إذا ما كانش في معاها مرافق لما هي موجودة، مفضل تواجد أخصائي نفسي معنا. بعد شوي رح نحكي هيك مفصلا عن الجانب النفسي كمان مع رنا اللي رح تنضم لنا هاتفيا ومع حضرتك، بس تعي شوي نحكي على العوامل يمكن اللي بتشكل خطورة أو اللي ممكن بشكل أو بآخر تسبب هذا الموضوع. هيك ذكرنا موضوع يمكن عوامل خارجية أو متعلقة على أكثر من مستوى. على سبيل المثال في كتير تساؤلات يمكن هي أفكار خاطئة إيمان، هل تدخين المرأة الحامل ممكن يكون مسبب وحتى مش بشكل مباشر؟ شرب الكحول، ممارسات خاطئة يمكن، لأنه وكأنه في شعور دائما أنه المرأة الحامل بوضع خاص ولازم تكون بارتياح، هل مجهود جسدي على سبيل المثال ممكن أن يسبب هاي الحالة؟
حكيتي على شغلتين مهمات، التدخين والكحول. التدخين والكحول فيها مواد سامة، والتدخين أنا بحكي كمان مش بس تدخين مباشر للمرأة الحامل، التدخين اللي هو كمان إنها وجودها في مع جمهور مدخنين بشكل خطر، لأنه ممكن يدخل مواد اللي تأثر على نمو الجنين وتأثر على نمو وتوقف النمو بالشكل الصحيح. فكتير مرات إحنا بنحكي كمان عن انخفاض بالوزن تبع الجنين بسبباته الكحول والتدخين. فعامل مهم جدا انه المرأة الحامل تبعد في خلال فترة الحمل عن كل مادة ممكن تضر في الجنين. إيمان، بعد شوي رح أسألك، يعني ذكرنا كيف يتم التشخيص ويمكن الدليل القاطع هو توقف نبض الجنين أو نبض قلب الجنين، رح أسألك هل في مؤشرات ما قبل ممكن المرأة الحامل أنها تشعر فيها وبالتالي تتوجه للفحص، ويمكن يقدر الطبيب هيك يتدارك هذا الموضوع؟ لكن اسمحي لي أنتقل للخط الهاتفي وتنضم إلينا الأخصائية النفسية رنا منصور عودي. صباح الخير رنا. صباح الخير، يسعد صباحك. اهلا فيك معنا في هذا الصباح. رنا، حضرتك يعني بترافقي وبتعالجي نساء اللي مع الاسف بمرقوا بهاي الحاله اللي عم نتحدث عنها، عم نتحدث عن الولاده الصامته اذا كانت في مراحل متقدمه من الحمل او الاجهاض الصامت، بدون شك في حاله معنويه ونفسيه صعبه. بدنا نسمع منك وصف لهيك هذا الجانب اللي بتمرقه المراه والصعوبات النفسيه اللي بتمر فيها. صحيح، أول إشي حسب رأيي إيساف في فرق كتير كبير. كمان مرات أنا بلاحظه إن كان عن طريق التجربة أو عن طريق القصص اللي بتيجي وبيخبروها النساء، الفترة كمان اللي بتم فيها الإجهاض أو الولادة الصامتة كتير بتفرق على العوامل النفسية اللي بتأثر على المرأة وعلى الإشارات هيك اللي بنحسها ما بعد هاي التجربة. فكل ما كانت الفترة اللي بتم فيها الفقدان هي فترة مبكرة أكثر، بتحسي إنه هناك الإشارات أو ردة فعل بتكون شوي أسهل. وكلما ما تقدم الحمل وكانت حالة الفقدان هي بفترات اللي صار في علاقة عاطفية أقوى وأمتن بين المرأة والجنين، بتحسي إنه ردود الفعل كمان بتصير أصعب، ومنصير نحس إنه الفقدان باخذ شكل زي كأنه في كمان فقدان لمخلوق حي اللي احنا بنشوفه بحالات الفقدان الثاني. فوين الفترة اللي بتم فيها هاي الحالة كتير هامة كمان علاجيا، ولكن أنا لازم أقول إنه بكل الحالات في حالة فقدان اللي احنا بنحس إنه المرأة كتير مرات بتتعامل مع هاي، كتير مرات بتكون وحيدة حتى بتعاملها مع هاي الفترة الصعبة. مجتمعيا كمان تختلف، يعني في كتير مرات المرأة ممكن تكون بالبيئة اللي هي متفهمة واعية لكل الصعوبات اللي ممكن تمرق فيها، ممكن تكون لها حاضنة ما بعد هاي التجربة الصعبة مشجعة، وفي كتير مرات ممكن تكون ببيئة اللي هي بالعكس تماما، ممكن تكون البيئة ما تتعامل مع هذا الفقدان كأنه فقدان هام بالنسبة لهاي المرأة. بالنسبة لها ما دام ما فيش ولادي وما فيش جنين اللي احنا شفناه وحسينا فيه واعطيناه اسم، فعمليا ما فيش فقدان، ما فيش حالة عاطفية صعبة اللي ممكن المرأة تمرق فيها. فكتير كمان الاشي بتعلق بعوامل مختلفة، كمان بأي فترة من الحمل، كمان بالبيئة، كمان بقوة المرأة وشو هي فكرت خلال فترة هاي الحمل، قديش فيه عندها طاقات لمعالجة هاي المواقف تبعت الفقدان. هذا كل العوامل ترتبط ببعض، وكل مرة بتخلق حالة معينة، مرات بتكون بحاجة لعلاج ومرات أقل. نعم رنا، يعني إيمان ضيفتنا بالاستوديو ذكرت موضوع مهم وباعتقادي يعني تحترم اليوم المستشفيات على هذا الموضوع، إنه يعني مش فقط الطبيب المعالج هو اللي بيخبر المرأة بهاي يعني بهذا الخبر الصعب، بل أيضا بيكون في مرافقة من أخصائي نفسي. سؤالي لإلك بعد يعني ما نعطي شرعية لهاي المشاعر الأولية وشعور المرأة بالفقدان، هل في إشارات معينة بتنصحي الأهل والعائلة المقربة وحتى الزوج أيضا بشكل خاص إنه ينتبه لها، على أساس هل ممكن يعني تتطور على سبيل المثال ميول لاكتئاب، اكتئاب ما بعد الولادي، وبالتالي مفروض إنها تتوجه لعلاج يمكن يكون أكثر أسبوعي أو بوتيري أعلى؟ صحيح،
أكيد طبعا الإشي بدي بالبداية، يعني قبل سنوات ما كان في اهتمام بالمرأة لكل الجانب العاطفي اللي ممكن تمرق فيه المرأة بهاي المراحل. حتى أثناء الحمل في كتير نساء بدون فقدان للجنين تمرق كتير تغييرات عاطفية بهاي الفترة، وتخيلي كمان إذا بيكون في فقدان معين. خلال سنين كانوا يهتموا بالأساس بالحالة الجسدية، يعني يهتموا إنه هي تمرق هاي المرحلة يكون جسمها قوي، تقدر لقدام كمان ما يكون في عندها صعوبات بالحمل، بحمل مجدد إلى آخره. ولكن مع سنين بعد كتير إشارات شافوها من نساء، من عدة نساء ومن كتير توجهات لعلاجات بشكل شخصي كل واحدة حسب حالتها، شافت من حكيت المستشفيات على سبيل المثال، شافت إنه في حاجة حتى اليوم تقام وحدات لمرافقة نفسية لوحدات نسائية كتير، إن كان خلال الحمل ما بعده، اكتئاب حتى بعد الولادة، وكمان من ضمنها إذا كان في حالات فقدان للجنين. وهي الإشارات ممكن كتير مرات تكون مخفية، يعني في كتير مرات النساء ما بتورجي على حالها هاي الإشارات، لأنه زي ما ذكرت قبل كم من ثانية إنه مرات المجتمع ما بعطي شرعية إنه إحنا نعبر عن هون ما في فقدان، هون ما في عندي مثلا طفل اللي أنا ربيته كم سنة وفقدته لسبب معين، فكل المجتمع بتحسيه بالتف حوالين هاي الأم حوالين هذا الأب وبعطوه الدعم العاطفي اللازم. كتير مرات المرأة بتحس إنه أوكي الكل حواليها عم بتعامل مع الموضوع كأنه موضوع سهل وكأنه موضوع لازم نتخطاه بسرعة، وهي داخليا بيكون في عندها حاجة تانية، في عندها حاجة عن جد إنه هي تتعامل مع هذا الفقدان، تحكي عنه، تفهمه، تفهم مشاعرها، تقوي حالها عاطفيا. فكتير مرات هذا الإشي بيكون داخل وما بتقدر تكشفه، ولكن بكل حالة في يعني علامات اللي ممكن عن جد تبين إنه هاي المرأة بحاجة اليوم إنه تتوجه لأي مساعدة حواليها، إن كانت مجتمعية وإن كانت علاجية حتى. فممكن أول إشي ممكن نحس بالذنب مثلا، ممكن كتير نساء يحكوا عن الذنب. مجتمعنا كتير في عنا هيك أفكار وإيمان إنه مثلا في فترات من الحمل الأولى بالذات إنه إحنا لازم ننتبه، مش لازم نتعب كتير جسديا، مش لازم نشتغل، لازم نضلنا نايمات بأسرتنا عشان نحافظ على الحمل. فأول إشي بصير إنه إذا صار في فقدان لهذا الحمل المرأة بتشعر بالذنب، إنه هل أنا يعني ما حميتش هذا الجنين بطريقة كافية، هل عملت إشي اللي هو أدى لهاي حالة الوفاة. فهاي أول شعور هيك المرأة ممكن تشعر فيه، إنه ممكن إنه أنا أكون عملت إشي اللي ما قدرت فيه أحافظ على حملي. فهاي ممكن إحنا نشوف بحديثها ممكن تذكره، يعني إن كان بكلمات إن كان بمشاعرها. مثلا ممكن نلاقي كمان كتير نساء غاضبات، يعني ممكن تكون غاضبة على حالها، ممكن تكون غاضبة على البيئة اللي ما ساعدتهاش، ممكن تكون غاضبة حتى على المنظومة الطبية على أخطاء معينة إلى آخره. فممكن نشوف كمان نساء اللي كتير غاضبات، ممكن نشوف زي ما ذكرت عفاف علامات اكتئاب معينة، فاحنا بنشوفها فيش لها نفس انه تعمل اشي، بدهاش حتى تفكر لقدام انه تجرب تجيب اولاد كمان مره الى اخره. وهذا بنقول لنا كمان يعني اشي ممكن نحسه، بنحس في مرات قلق او خوف من اشي مستقبلي بهذا المجال. هاي كلها العوامل اذا شفناها انها هي ما عم بتمر وهي عم بتكون قويه، هون في حال اللي هو بتسوى اول اشي لازم اللي حواليها البيئه القريبه كثير تهتم انه تقدم المساعده، الدعم العاطفي. واذا الحالات هاي تستمر مفروض كمان الواحد يتوجه لعلاج او عن طريق وحدات زي بالمستشفيات، واليوم في كمان وحدات اللي بتعطي دعم نفسي، او عن طريق علاج اللي هن فردي، يعني كل امراه وين بتحس انه هي مرتاحه المهم انه تاخذ العلاج لهي المرحله وتقدر تتخطاها. شكرا للنصائح القيمة اللي قدمتي لنا إياها في هذا الصباح الأخصائية النفسية رنا منصور عودي، ونرجع ونعود للاستوديو ونواصل الحديث مع إيمان. إيمان، ذكرت رنا موضوع الشعور بالذنب أو هيك تذنيب المرأة لنفسها، وهذا هيك برجعني كمان للسؤال، هل في إشارات معينة ممكن فعلا تكون عم بتعطينا ضوء أحمر لأنه لازم المرأة الحامل تتوجه للطبيب في أسرع وقت يمكن وما تتجاهلها، وبالتالي عدم حدوث الولادة المبكرة أو الصامتة أو الإجهاض الصامت؟ الشغلة اللي ممكن تساعد فيها المرأة الشيء الحيوي في داخلها، هي بتحس في الحركة، حركة الجنين. فلما بتخلص فحوصات عادة إذا كل فحوصاتها كانت منيحة لحد صورة الأعضاء الموسعة اللي هي بتكون بين الأسبوع 20 لل 25، كيف أنا بشعر إنه الحمل سليم داخليا؟ أنا باجي كل شهر لفحص مرة واحدة حتى يشوفوا دقات قلب الجنين. الشعور هو في تطور، الحمل عم بيكبر في البطن والمرأة عم بتحس بالحركة.
فمهم جدا دايما من ضمن التوعية والإرشاد إن نقول للمرأة إنه تنتبه لحركة الجنين، إنه الحركة موجودة. وطبعا مش صح إنه يكون في هاي الأسابيع نزيف، فإذا بنزل على المرأة أي إفراز دم أو مي لازم تتوجه مباشرة للطوارئ وتفحص إذا في أي مسبب لإشارة لولادة مبكرة أو خطورة على الجنين. ممكن ارتفاع في الحمل، لأنه ممكن يكون في فيروس اللي ممكن يأثر على تطور الجنين. إذا في عندها حمل بشكل مفاجئ تراجع طبيب النساء كمان غير طبيب العائلة حتى يتعالج، لأنه ممكن مرات تعرض لفيروس خلال الحمل اللي يوصل للحمل ويأثر على الجنين. فهي عوامل اللي احنا ممكن ننبه المرأة إنها تدير بالها وتفحصها. عادة بنشرح عن عد الحركة بشكل عام، لما يتطور الحمل ويكبر ببطل يسبح، معوش كمية مي كبيرة، بحرك البطن باتجاه بالإيد بالإجر، فالحركة وتيرتها بتخف. فكيف الانتباه لازم يكون بعد وجبة الفطور وعجبة الغداء أو العشاء، إنه المرأة بترتاح على جنبها الشمال، بتحس إنه خلال نص ساعة يكون في 4 حركات. مرات على نومتها بنام الجنين، فما تخاف وتقلق وتقوم تركض على المستشفى، بنقولها تكمل النومة لساعة، وخلال الساعة كيف أنا بفيق من النوم بتجبد، كمان الجنين بفيق وبتجبد، فمفروض إنه يحرك 6 ل7 حركات في النص الثاني من الساعة. إذا كانت وطبعا خلال الحمل مش مفروض الأم تحس الحركة، لأنها هي حايشتها كل مرة هي الولد عم بحرك معاها. بس مرات كتير مرأة عاملة بخلال النهار وهي مشغولة ما بتنتبه، أكتر إشي بتنتبه بساعات الليل. فإحنا بننبه إنه لا، ننتبه إنه الحركة تبعت الجنين موجودة، وإذا خفت الحركة نتوجه لعناية، إذا كان في نزيف نتوجه، وإذا في نزول مي مبكر كمان نتوجه بسرعة لفحص الموضوع. طبعا هاي تكون هيك اشارات فعلا للتوجه للطبيب والاطمئنان انه كل شيء على ما يرام. كمان ذكرت رنا موضوع يعني لك المشاعر اللي بتمرق على المرأة، واحدة من التخوفات الحمل القادم، يعني تعي ناخذ بعين الاعتبار تجاوزت هاي الصعوبة، تقبلت الموضوع اللي صار. هل من خبرتكم ومن رصدكم للحالات، يعني موضوع الولادة الصامتة او الاجهاض الصامت يعيق الدخول في حمل مستقبلي؟ ممكن زي ما حكت الاخت رنا انه يكون في بحاجه لرعايه نفسيه، انه احنا نتخطى بعد ما تخطينا الموضوع كيف بدنا نحضر حالنا لولادي. طبعا فحص المسببات لايش كان سبب الولاده الصامته الاولى، هل هو كان سبب ممكن يكون عقده في حبل السره خنقت الجنين بشكل مفاجئ اللي هو هذا سبب ما إلنا سيطره عليه، او ممكن السبب في امراض وراثيه. احنا بنوجه المراه بعد ما تمرق 6 ل 8 اسابيع فتره النفاس بعد الولاده تتوجه لفحوصات حسب شو كان الجنين اللي كمان الجنين من حقها الام انها تعرف انه ممكن يكون. عادة ناخذ ترخيص للدفن، هذا جنين، هذا روح طبعا خلقت، فممكن كمان ينطلب انه يتودى للتشريح وحسب موافقة الأهل. التشريح بساعدنا إذا في مسببات كانت من الجنين نفسه أو في مرض وراثي، فعشان هيك كمان احنا نبعث لاستشارة وراثية وفحوصات وراثية ما قبل التخطيط لحمل قادم. نعم واضح. طب إيمان، مهم لإلي يعني نتحدث عن مرافقتكم للنساء، وانت حضرتك هيك صرحت بانه فعلا في صعوبه، وحتى يعني كنقل الخبر للام ما بيكون بشكل فردي، بيكون معها مرافق، معها زوجها او اخصائي اجتماعي او نفسي. كيف هيك تهيئه الطواقم الطبيه يمكن لمثل هاي الحاله؟ هل المراه بتغادر المستشفى مباشره؟ هل بتعطوا نصائح وارشادات يمكن للتعامل معها من محيطها القريب في هاي الايام ما بعد حدوث الولاده الصامته؟ إيه، لما بيكون في موت مفاجئ للجنين وبأسابيع كبيرة مفروض يعني حتى حسب توجيهات وزارة الصحة الأخيرة اللي كانت في 15/10 من هذا الشهر، كان في توصيات إنه في معينة. توصية إنه يكون التوليد في خلال 72 ساعة. فعمليا عندك نقل الخبر، الفحوصات حتى نتأكد من وضع الصحي للأم إنها وشو طريقة التوليد بدها تكون، الطلق الصناعي، أي نوع من التوليد، وتمرق في عملية ولادة خلال 72 ساعة.
التجهيز النفسي تبع الطاقم الطبي للتعامل مع حدث صعب من هالشكل. عادة في دورات إرشاد اللي بتعطي مع طواقم داعمة بقلب المستشفى الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين الحديث عن الموضوع، لأنه كمان الأطباء والممرضين بحاجة لتهيئة نفسية كيف ينقلوا خبر غير سار، ومرافقة المرأة وكوني معها أنا في خلال الولادة في التوليد. لما أنا بولد وأنا عارفة إنه في نهاية الولادة عم بستلم ولد ما فيه روح الحياة، كيف تعامل الأم في المقابل؟ أنا طبعا عادة بيكون في إلها سؤال إذا هي بدها تشوف المولود، كيف بدها تنفصل عنه بأي طريقة. لازم إحنا ناخد بعين الاعتبار كل الشغلات اللي الأم بدها إياها حتى هي تقدر يكون لإلها الانفصال العاطفي عن المولود، يكون هو صعب جدا طبعا صعب. بس يكون أهون لتقبلها وتعاملها ما بعد الولادة. طبعا تهيئة الظروف لهيك ولادة في غرفة هادية، مش حد والدات، مش في قسم الوالدات اللي فيه بكاء أطفال، صحيح تهيئة ظروف كاملة لهي المرأة إنها تكون مريحة تمرق الحدث بشكل أقل تأثيرات ما بعد الولادة أقل يكون ضرر عليها، نفسي أقل ومعنوي، ضرر نفسي. وكثير مهم أخذ هاي العوامل بعين الاعتبار. وطبعا ما بتنتهي الشغلة فقط بعد الولادة في قسم الولادة، المرافقة في الصحة معاها ما بعد الولادة في صندوق المرضى، الممرضة المرافقة، الطبيب المعالج، كيف يحتوها، وطبعا الأهل هن أول ناس. طبعا إيمان، ذكرتي موضوع التوصيات الأخيرة اللي نشرت في 15 من الشهر الجاري اللي هي من وزارة الصحة بتوليد المرأة خلال 72 ساعة. يعني إذا تعثرت سيرورة الولادة، احنا بنعرف في نساء اللي بخد لها أكثر من يوم وتكون موجودة أكثر من 72 ساعة في المستشفى أو داخل غرفة الولادة، هل ممكن من عملية قيصرية يعني كإتمام هاي المهمة الصعبة أيضا عليكم؟ هي مهمة صعبة على الأم، فيعني قدر الإمكان نحاول إنها تكون الولادة طبيعية حتى ما يكون لها كمان أضرار، لأنه كمان إذا كان في جروح بالرحم لولادة ما بعد ممكن لا سمح الله يصير في تمزق في الرحم ويكون خطورة على ولادة ما بعدها. فقدر الإمكان نحاول نوصل لولادة طبيعية، وإذا ما كان في ولا أي، طبعا ممكن اذا في مؤشرات فحوصات دم، اذا المراه العوامل الحيويه تبعت جسمها منيحه ممكن نعطيها وقت اطول حتى نوصل قدر الامكان لولاده طبيعيه، واذا كان الحل هو ولاده قيصريه فبيكون اخر حل موجود. آخر حل ممكن. يعني نسبة شيوع هاي الحالة، هل الإشي شائع جدا أم إنه بنقدر نقول نادر هي حدوثه؟ غير شائعة نادرة، بس احنا مفروض نوجه النساء الحوامل للانتباه والتوعية انه اذا صار في عنا علامة نتوجه للعلاج. وهي كمان واحدة من اسباب الرعاية في الاسبوع الـ40 لما المرأة بخلص شهرها، مهم جدا ان كل 3 ايام تتوجه لفحص نبض قلب الجنين مع صورة كمية المي والتنفس حتى نمنع كمان ما بعد الاسبوع الـ40، لأنه بيكبر العرضة لموت للجنين داخل البطن، فأفضل المرأة تضلها في مراقبة كل 3 أيام ومرافقة وشرح للموضوع. نعم، يعني النسبة اللي عم تحكي عليها على الأقل مش راح تدخل كل امرأة حامل هيك بحالة هلع، ولكن مهم جدا يمكن الانتباه للأمور اللي لا حضرتك احنا ما ذكرتيها. بدنا حالات الهلع، احنا بدنا التوعية والفحوصات صحيح اللازمة حتى نمنع من حمل قادم إذا لا سمح الله صار مع المرأة هذا الحدث، وكمان حتى احنا نكون واعيين لكل شغلة. الحمل بده رعاية كتير كبيرة وفيه اهتمام، الاهتمام من الطاقم الطبي، من الممرضة، من الطبيب المعالج والمرافق هو موجود كل الوقت، بس كمان إذا صار في أي شغلة مع المرأة لا تتردد إنها تسأل تتوجه للعناية. إيمان، قبل الختام نصائحك كمان للي بتمرق بمثل هاي هيك الحالة اللي عن جد فيها صعوبة على المستوى العاطفي والجسدي والنفسي، بالنسبة للعائلة والزوج قديش كمان هيك يعطوا شرعية لهاي المشاعر الصعبة، مشاعر الفقدان عند المرأة اللي مرقت في مثل هاي الحالة، شو بتقدمي لنصائح؟ لازم نعطي محل كتير كبير للمرأة، يعني المشاعر حتى في ولادة طبيعية الهرمونات بتتغير والمرأة بيكون عندها
نسبة معينة انها تفوت ليأس، حالة اكتئاب بعد الولادة. فكم بالحري لما بيكون ما في جنين، ما في مولود حي. فمهم جدا نعطيها الحيز، نعطيها العناية، وإذا كانت بحاجة لمرافقة أخصائية نفسية تكون مع مرافقة وتطلع من الموضوع ونساعدها على الآخر. للزوج، الزوج الشريك. الزوج الحبيب كمان هو بدوره كزوج هو فقد كمان، طبعا المرأة كانت حامل لكن هو كمان فقد، فعليه مهمتين كمان يعني، والأهل الرعاية، هي الرعاية للزوج وللوالدة يعني، هو كمان بحاجة لدعم نفسي. ما ننسى احنا منقول، وخاصة لما بيكون الحدث في عيلة اللي بعد ما في عندها أولاد، فكتير بدها رعاية وبدها مرافقة من الأهل للزوج وللزوجة. إيمان يعطيكم العافية على عملكم، نتأمل إنه فقط زي ما ذكرتي هيك تكون غرفة اللي فيها تستقبلوا حياة جديدة ومش العكس، إن شاء الله فعلا ما بنسمع عن مثل هاي الحالات، ولكن شكرا إنه أعطيتونا من خبرتكم ومهنيتكم في هذه الفقرة. شكرا، شكرا يسعد لك، صباحك، هالعافية شكرا العافية. لك.